جزء مهم وكبير من ذاكرة الاعتقال السياسي بالمغرب، يرحل برحيل الجلاد اليوسف قدور، جلاد درب مولاي الشريف وأحد مهندسي التعذيب في مغرب سنوات الرصاص، والذي لا يخلو اسمه من عدد من مذكرات المعتقلين السابقين وبيانات أسرهم والمنافحين عن الحاجة إلى صيانة الذاكرة لضمان عدم تكرار سنوات الجمر والرصاص. من يكون قدور اليوسفي؟ ولماذا لقب بجلاد درب مولاي الشريف؟ وكيف كان يتلدد بتعذيب ضحاياه؟ وكيف أسس لمدرسة مغربية في فن تعذيب المعتقلين؟ ولماذا أفلت من العقاب والجزاء وظل يجول ويمرح متباهيا بما أنجزه على رأس الشرطة القضائية لسنوات طويلة؟ ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قدور اليوسفي مدير الشرطة القضائية سابقا، والذي ارتبط اسمه بالسجن درب مولاي الشريف، ومؤسس مدرسة تعذيب المعتقلين السياسيين بالمغرب. ولد في نهاية العشرينيات من القرن العشرين، وتوفي يوم الخميس 28 يوليوز 2022. تحمل سيرته الذاتية مآسي المعتقلين السياسيين وعذابات سنوات الجمر والرصاص. حضر قدور اليوسفي لتأسيس كل الأجهزة السرية في المغرب، بدءا من الكاب 1 والكاب 2، وحضر بشكل كبير في ملف اغتيال بن بركة بباريس، كما كان إلى جانب أوفقير ودليمي ومشاركة كل أعمالهما وعلبة سرية من القبح، وعمل على تأسيس المخابرات المغربية عام 1973. كان عضوا ناشطا لهذه الأجهزة، كما كان كائنا بلا قلب بسبب سلسلة التعذيبات التي باشرها منذ نهاية الخمسينات حتى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وبهذا يستحق لقب منظر التعذيب والعنف والسادية بالمغرب. يصف الدكتور محمد شرقاوي يوميات قدور اليوسفي على الشكل التالي: لا يحتاج أي مخرج إلى ابتكار منطلقات درامية إضافية بقدر ما يركز العدسة على وجه قدور وحركات جسمه وخطواته بين مكتبه وقاعة التعذيب، وكيف يجول ويصول بساديته النهمة في التنكيل بمن لعنت الأقدار سنسبيل استحضارهم إلى أقبية السجن درب مولاي الشريف. ثم تنتقل الكاميرا معه إلى منزله الذي كان بمحاذاة السجن، وهو إقامة مجانية، لا إيجار ولا فواتير، ماء وكهرباء وتليفون، وحتى الغنيمة ممكنة من ميزانية الأكل المقررة للمعتقلين باعتباره خادما من خدام الدولة، وتصاحبه الكاميرا خلال ساعات نومه ويقظته، وكيف يقضي نهاره ويستمد نشوته المسائية، بخالص ما في القارورات وقوي ما في الملفوفات، قبل أن يعود في منتصف الليل إلى هواية اللعب بسلك التيار الكهربائي الصاعق على الأجساد العارية والعيون المعصوبة للمعتقلين. ولمعرفة مزاج قدور اليوسفي، تم فقرة معبرة جاءت في مقالة للكاتب المتمرس عبد الرحيم التوراني، ويعتمد فيها بعض أدوات علم النفس السياسي قائلا: كان الجلاد قدور اليوسفي برتبة مدير للشرطة القضائية في الجهاز الأمني ورئيسا للمعتقل السري الرهيب درب مولاي الشريف، بل إن مسكنه كان ملحقا فوق مبنى المعتقل، وكان مدمنا على استهلاك المخدرات والخمر، ولا يطرب وينتشي إلا بسماع أردأ ما غنت شيخات العيط من مبادل. أما أفضل الأوقات لديه للإنغمار في عمله الوحشي فكانت بعد أن ينتصف الليل إلى مطلع الفجر. يا له من عابد متنسك زاهد يقيم الليل من آنائه إلى أطراف النهار، ونجح في مهمته حتى أصبح مرجعا لا يعلى عليه في مجاله. ولو كانت هناك درجة دكتورة أو جوائز دولية في فنون التعذيب لفاز بها قدور اليوسفي عن جدارة واستحقاق، طبعا باسم المغرب الذي
ستعلو حينها رايته خفاقة بين رايات الاستبداد. فلم يكن قدر اليوسفي فاتح ورشة تعذيب يشتغل بها لحسابه الخاص. قدر اليوسفي لا يرى الشمس، فهو كائن الليل بالصليقة، بل يبقى ضمن نطاق المساحة المحدودة الرمادية الذي يدور فيها قدور خلال حياته الوظيفية بين ثلاث سياقات إسمنتية ونفسية متداخلة: أولا قاعة التعذيب، وثانيا المكتب، وثالثا منزله، وهي ثلاثية السجن والسجان في علاقة حميمية وفية لضيق الأفق ورابط الاحتماء النفسي بمكان منغلق الأضلاع حتى لا يبتعد عاشق التعذيب مكان التعذيب وقهر المعتقلين. ويحتاج المرء إلى بعض الخيال المتريث والتصوير البطيء لاستيعاب الغاية من وجود منزل الجلاد ضمن مساحة السجن. وقد نستأنس برأي الفيلسوف ميشي فوكو في فهم نظام السجون والمؤسسات العقابية ككل، وكيف يعيد المكان إنتاج التركيبة النفسية والذهنية لدى السجان على مدار الساعات 24. ينتبه أساتذة وخبراء علم النفس السياسي في الجامعات والمصحات المتخصصة لأهمية ما تكشف عنه السيرة الذاتية لقدور اليوسفي في تدريس علم النفس السادي وتفكيك معضلة تمادي القوة باسم مكافحة المعارضين والدفاع عن هيبة الدولة. ويعلو اسم قدور اليوسفي إلى مصاف عظماء السادية في التاريخ إلى جانب جيل دوري أحد جنود ونبلاء فرنسا في القرن 15، والمشهور بعدة طقوس سادية ومنها تقبيل رأس ضحاياه بعد وفاتهم رهن التعذيب، وأيضا توماس دي توركيميدا الذي كان يترأس محكمة التفتيش في إسبانيا بين عام 1483 و 1498، وكان يخضع الضحايا خلال إجبارهم على الاعتراف لعقوبات مروعة بما فيها الخنق أو الشد وتعليق الأطراف على الرف، وتعرض آخرون وفق أوامره للإغراق بالمياه أو تم وضعهم في حالة تعذيب قاس برطهم من معاصمهم حتى خلع أدرعهم. وذكر جمال بن عمر الدبلوماسي المغربي أنه بعد نقله إلى مركز الاعتقال السري في الدار البيضاء درمويل الشريف احتجز لعدة أشهر مكبل اليدين معصوب العينين طوال الوقت. يقول: هناك كان الجلاد الرئيسي وهو السيء السمع اليوسفي قدور، والذي فتحت أمره للصحفيين في منتصف التسعينيات عندما شاهدته غير مصدق في مقر الأمم المتحدة في جنيف ضمن وفد حكومي رسمي جاء لتقديم تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب يسوق زورا وبهتانا لالتزام المغرب بالمعايير الدولية. يقول ابن عمر: المؤتمر الذي تحدث عنه جمال بن عمر هو المؤتمر الدولي ضد التعذيب، والذي عقد سنة 1995 وحضره وفد رسمي من أجل مناقشة التقرير الدولي حول التعذيب والإجابة عن أسئلة الخبراء في اللجنة، وكان من ضمن الوفد قدور اليوسفي. غير أن هذا الأخير ومن أقحمه في هذا الوفد لم يكونوا على علم بتواجد معتقلين سياسيين سابقين في المؤتمر الأممي، مما سبق لقدور اليوسفي أن عذبهم شخصيا، وكان من ضمن من تعرف عليه الراحل أدريس بن زكري وجمال بن عمر، وكان هذا الأخير حينها يشتغل في منظمة العفو الدولية في لندن قبل أن يلتحق بالأمم المتحدة كدبلوماسي. الأمر الذي أثار ضجة أوقعت الوفد الرسمي المغربي في الإحراج الشديد عندما قام المناضلون المغاربة باحتجاج قوي ضد وجود الجلاد قدر اليوسفي ضمن الوفد المغربي، وهو المسؤول المباشر عن التعذيب ومن كان يشرف على عمليات التعذيب والاستنطاق التي كان يخضع له المعتقلون، حيث حدثت أزمة بين السلطات المغربية والأمم المتحدة. وختم جمال بن عمر منشوره بالقول: مات العديد من رفاقي سجناء الرأي دون أن يروا التغيير السياسي الحقيقي الذي كنا نطمح إليه، لكن العديد من جلادينا ما زالوا على قيد الحياة ويتمتعون بتقاعدهم ويستفيدون من حماية الدولة والإفلات المخزي من العقاب.
على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، إلا أنني أشعر بمزيج من الأسى والغضب لأنه بعد 45 عاما من الليلة الرهيبة التي تم فيها اعتقالي لأول مرة، لا يزال هناك سجناء رأي في المغرب. تسرد الذكريات اليوم لضحايا قدور اليوسفي في حقبة السبعينيات من القرن الماضي في المغرب الكثيرة من أبشع ما قد يتخيله في تردي مستوى تعذيب والتلدد باللا أخلاقية السلوك السادي. قبل قرنين كان لفرنسا منظرها في العنف وتعميق المعاناة والألم هو ماركي دو ساد 1740-1814، والذي اشتقت قواميس علم النفس من اسمه مفهوم السادية في تكريس الإباحية وحتى الاعتداء على الضحايا بحشر مواد صلبة في شرجهم ومؤخراتهم، وهو في ذلك غير مفيد أو مبال بالأخلاق أو الدين أو القانون. ومن أهم مؤلفاته المثيرة للجدل 120 يوما من حشر الشرج. ويكتب التاريخ المعاصر أن لقد دور ليوسف الفضل أن يتبوأ المغرب مكانة متقدمة في مجال تطوير مناهج التعذيب وسحق معنويات وأساد المعتقلين، وبين الرجلين عدة خيوط متقاطعة في الدفع بآلية التعذيب إلى الأمام في وجه الحركة السياسية اليسارية مثل 29 مارس وإلى الأمام ولنخدم الشعب. وفي المجمل ترتبط السادية والاعتلال النفسي بسمات أخرى مثل النرجسية والميكيافيلية، وفي علم النفس تسمى هذه السمات مجتمعة بالعامل المظلم في الشخصية. تلك هي العوالم المظلمة التي تعكس نفسية ومزاج قدور اليوسفي. وفي لغة التراجيديا السوداء، بقدر ما ينبغي أن يمثل غياب قدور اليوسفي لحظة تأمل وتقييم يصفه النشط الحقوقي فؤاد عبد المبني، أنه على مدى عقود كان الجلاد قدور اليوسفي نائب المدير الرسمي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمعلم في لغة فرق مركز الاحتجاز والخطف والتعذيب السيء السمعة في درب مولاي الشريف، مضيفا أن جميع الضحايا الذين مكثوا لفترات طويلة في درب مولاي الشريف سيتذكرون طوال حياتهم سادية التهديدات والضربات والإهانات والابتزاز وسوء المعاملة والتجويع والتكبيل بالسلاسل في اليدين وتعصيب العينين والحرمان التام من الرعاية ومن الاتصال بالعالم الخارجي ومن أي تبادل إنساني في الداخل، بالإضافة إلى التوجس من اقتراب جلسات تعذيب جديدة والشعور بالذعر من رؤية الأقارب أو الرفاق يتعرضون بدورهم للاختطاف والتعذيب، ثم الخوف من المكوث في هذا المكان الرهيب للأبد أو مغادرته فقط للمثول أمام قضاء ظالم ينطق بأحكام بالغة القسوة. وذكر المؤرخ المعطي منجيب في منشور له أن اليوسفي قدور كان يتفنن في إخضاع المعارضين الشباب لكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حتى سقط عدد من المناضلين ضحية لطرقه البائسة، إما مستشهدين كعبد اللطيف زروال أو فقدوا عقولهم نهائية، ومنهم من لا زال يعيش إلى اليوم تلك الكوابيس. خلاصة القول، يمثل قدور يوسفي وجها للشر، بل هو الشر عينه لما اقترفته يداه من أعمال يندلها الجبين في مغرب السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.